أهلا بكم. في اليوم 26 من الحرب الروسية على أوكرانيا ومع تعرقل المفاوضات واستمرار الهجمات، المخابرات البريطانية تقول إن تقدم روسيا باتجاه كييف من ناحية الشمال الشرقي توقف على بعد 25 كيلومتر من المدينة. وإلى بروفاري جددت المدفعية الأوكرانية قصفها لمناطق تتمركز فيها القوات الروسية لعرقلة تقدمها نحو بروسيبيل. في السياق أعلنت أوكرانيا رفضها تسليم المدينة الساحلية ماري بول وإلقاء السلاح فيها، معتبرة الأمر بغير الوارد. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قاعدة عسكرية لتدريب الأجانب شمال غربي أوكرانيا بالصواريخ. بدورها اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية روسيا بفرض التجنيد الإجباري والتعبئة العامة في لوغانس ودونيتسك. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.